السلام عليكم. لما بغيت نوريكم حل لهذا المشكل، يعني فاش تضيع لك شي لبسه هكا تشنتف، الحل هو هذا. كناخد الرزوار وكنقن، دير هذه العمليه هذه، وهكا كيتحيد هذا التحباب. هذه عبايه يلا خيطتها وضيعها ليا واحد الصاك في السكراتش. يعني ولات كتبان قديمة بجهد ما ولات محببة، يعني هاد لابارتي كلها كانت هكا. دابا انا حيدت هاد، الاحسن ما تكونش الرزوار ماضية جديدة بزاف لانها تقدر تقطع لك اللبسة. هادي صبر بنادم، غادي يبقى يمشي شوية شوية هكا حتى كيتحيد كامل. هاد البلاصة هادي كلها كانت بحال هكاك، يعني أمه مبقاش كتبان بحال الأول. أتمنى تعجبكم الفكرة تستافدوا منها.